هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم الفيديو جديد، واليوم الفيديو مالتنا مشتريات مال المدرسه. انا العام صورت لكم قرطاسيه رهف وملابسها وهاي، وهالمره همين راح اصور لكم. طانياكم ماما هي اللي راح تشوفكم، هي ماما مشتريتين هي واختي، فماما اللي راح تشوفكم قطعه قطعه. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ شو اخباركم؟ خلنا ناخذ الغراض وشوفيهم شغله شغله. اول مره خشفون الرحله على مود الرحله هاي، هي عندها وحده بس لين مشخبطه عليها وايد، فما ما عاجبني. اوكي شفت لها وحده مو كلش رخيصه، وهاي اختها اختارت لها. هذا تشوف شلون انا ما احب البنفسجي. كلك تدرون بنات، انا يوم راح اشتري لي وحده كلش تفيد. رهف سلمي على المتابعين مالنا الناس. هلا شلونكم؟ شو اخباركم؟ حابين اوريكم قرطاسيه. اي وملابسك مال مدرسه. اي بس هاي شو اسمه خلصنا من عندها الجنطه ما شفت زين صح كلش. طبعا اخذنا لها اثنين ومالتها هم يعني قبل لا تنتهي من المدرسه مال الصف الثالث عاد ناخذ لك حلم بشهر. بنات هو الطالب يعني يحتاج هوايه، يعني مرات تتنقح تتوصف، يعني لازم اقل شيء لازم اثنين، هاي اقل شيء. هاي طبعا بنفسجي اختي اختارت، ثانيه تحب لون البنفسجي. ما صح احبها، هي كلش حلوه. اي وشكلها بعد هاي الدوب قميص. طبعا الملابس كلش غاليه بصراحه، هذا القميص ب 15000. زين واخذت لها تيشيرت فوق، التيشيرت ما نزلته، قال صعد ما بيحل اصعد وانزل. صدقتها هي اخذتها وياي، قلت لها شنو اللي يعجبك اختاري. كلش حلو فصالها. اي كلش حلوه. بنات احنا الا نيلي، المدارس احنا ما يقبلون لا اسود ولا رصاصي، لازم نيلي. طبعا هاي على جواريبات، تعرفون لازم هذا الستريتش جوا الصدريه. ردت غير لون ما لقيت عندها، لان هي عجبها هذا، قالت ما رد يعني غير شيء، وعندها تكر من واحد جديد، وعندها تكر من همين كاله، فقلت يعني كافي. بس واحد لازم يشتري شغلات جديده. انا قلت لها ما اخذ مقعد ماما، لا ابيك شيء اللون. اي فقلت لها يلا على ذوقك. طبعا شوفوا هذه الشنطه، هاي من قبل الامتحان. هم طبعا بيها شو اسمه، بعدين نطلعيها هم بيها قرطاسيه. اي هاي بنات الجنطة الثانية، هاي رهف عجبتها بصراحة، ماما ما عجبتها بس رهف عجبتها. هاي الجنطة بس هاي وفي على صفحة هاي ويا هاي البنفسجية، هاي محفظة كلش احبها. هاي همين شو اسمه مال الهندسة، هاي بنات هنيسة راح تحتاجها صف رابع، فيحتاجون هاي. اي كلش حلوة. هذا مال عرفتوا هاي دفاتر، اخذت لها هيك الشيء. شوف بنات ركزوا من تاخذون الدفتر، اهم شيء على الورقه، لازم الورقه تكون سخينه لين باكر عقبه تمسحون هاي حتى ما قبل تنشق الورقه. يعني انجليزي. واخذت لها هاي النوعيه تجنن كلش حلوه. هاي كلش حلوه. بعد احنا هواي هاي تكون اغلى دفاتر. هاي دفاتر اغلاها على 2000 الواحد. دفاتر هوايه مال املاء، مال دفتر شخابيط، يعني تعرفون، فلازم واحد ياخذ هوايه. ونعلمها من يعني بالاخص يعني المراحل الابتدائيه. هاي الوان واقلام. هاي همين اقلام. هاي هم الوان. لا مو مادة قلم، كلش عجبني، طبعا كلش احب القرطاسيه. باهو دفتر النوت هم كلش حلو، هم بنفسجي. بعد شنو؟ ماما مسطرة وهاي قراصات، اخذت لها شكل ثلاث اشكال قراصات. بعد اكو علبة مال مصطفى، يمكن هاي جنطة سنفتحها. دفاتر همينة وصيناهم من البيج، هم كلش حلوات. هاي للرياضيات العربي حتى للانجليزي، والله اصلا انجليزي بنات انجليزي بس يعني عادي باوراق عربيه. ها وطبعا شوفوا هذا الدفتر كلش هذا مال رسم، كلش حلو الغلاف مالته. هذا همينه دفتر رسم. و بعد هنا هم اقلام
رصاص، وهذا هبي انا احتاجه. معه هلا افتحها. لا وبمسطرات كلش حلوة. شوفي هاي شقد حلوة، بس تدرين انه نوعية ذيك اطول، ان هاي شوية خفيفة اعتقد. لا ماما نفس الشيء. اه هذا هاي حلوة ناعمة. مقص طعم الاوراق، وهنا همين الوان يا رهب. طبعا بنات رهب كلش تحب الرسم. اي طبعا شوفوا هذا القلم، هذا اللي هاي لايت نقشرهن مو نرسم بهن. نقشر اي ولا الحمد وهاي طبعا هي كيف تحب هاي الشغلات الاشكال يعني. طبعا هذا اللي من تو تاخذها كلها واخذها وسط اللي هي. وهاي ايشرات شو يسمون ستيكرات ستيكونات ما ادري. المهم هن هذين وسوت لها دفاتر على يعني بعد اي بعد بنات اكو وجبه دفاتر سوت عليها صورها. صورها كلش حلوه. هم اختها يعني من عندها هديه هاي الغراب. بنات تقولون لنا جهزتوا غراض المدرسة لو بعدكم؟ شنو عجبكم أكثر شيء؟ طبعاً هذا الجزء كنت كلش منتظرته، إنه دا صوري يعني كلش أحب هاي الشغلات يعني القرطاسية وهاي. كلش أحب القرطاسية. وهذني بنات الدفاتر اللي مطبوعة عليها الاسم والصورة مالتها، كلش كلش يعني حلوات. وهاي بنات وهنا هي يعني هذا بيج مختص بهاي الشغلات، يسوي لكم مثلا يا صف الرابع يحط لكم مواد القراءة كلية الصور على مود يترتب الدفتر، يعني كل مادة تكتبوها بالدفتر القراءة تحطين الصورة مالتها، يعني راح يصير فشي كلش حلو. وبنفس الوقت دفتر ما الطالب يصير مرتب وحلو، أهم ياخذ عليه درجة كاملة. وهنا تعرفون هاي اللزقات مال يعني تقدر تحطن على باقي الدفاتر. هي البنية مسويتنا على الدفاتر وحاطتنا على صفحة، احنا نقدر نحطها على باقي الدفاتر او نلزقها على الجلاد بعد احنا براحتنا. شوفوا الجمال بنات كلش كلش حلوات، يعني كلش عجبني. هاي بنات هاي اللي قلت لكم احنا العام سوينا لها من عدهن، وهسه هم رجعنا سوينا، لان العام هيك الدفتر صار يخبل، يعني من ينطوها موضوع تكتب اسم الموضوع لي فوق، ومن بعدها تلزق الصورة مال تخص الموضوع، وبعدين تكتب الموضوع، يصير هيك الدفتر كلش حلو ومرتب. ماما دا تجيب لنا ريق، صار لك ساعة. ليش رحت لنا؟ ساعدة انتظرت احنا معزلين، عاد رحنا للصدرية وازدحام. ودي اليوم عطلة ومو عطلة؟ عطلة. اي عم قطعة ونت. لا لا ما قطعة. قلت لها لابوش عطلة اليوم، عود عطلة وازدحام. وهنا بنات طبعا احنا كنا قاعدين يعني سهرانين، فصارت الساعة تقريبا بالخمسة الفجر، فهنا يعني اكو بالمنطقة يفتحون بالخمسة يبيعون جيمر وهاي السوالف، فماما قالت لا تنامون راح اروح اجيب اني وابوكم ريوق. اصدق والله ماما وبابا راحوا وشفتوا طلعوا الناس معزلة ورايحين لغير منطقة على مود يجيبون جيمر. عاد ورا صدق جابوا الجيمر صامون كان حار، وانا كنت اصلا حضرت قور الشاي وحضرت الدبس، وتعرفون هاي سوالف الريوق يعني كليتها رتبتها. وهنا بنات همينة ماما جابت جبن عرب، طبعا هي كلش كلش تحب جبن العرب، واني همينة احب يعني هالقد ما هي عودتنا عليه. فشنو بنات هنا جتي غسلته، لازم بنات تغسلوه غسلة كلش كلش زينة، يقدرون تغسلوا حتى بمي حار يصير كلش طري. وبعدين سوت خيار وطماطم، ماما هاي اكلتها المفضله، ان هي ما اكلت جيمر، تحب الجبن قلت لكم. عاد هاي كانت الصينيه مالتنا مال الريوق، تريقنا ونمنا ما حسينا الا قعدنا العصر. فقعدنا العصر خطايا، لقينا ماما هي اصلا قاعده قبلنا هنا ساقه فلفل
ومسويه تشريب مال دجاج، لان انا قبل بيوم قلت لها ماما كلش مشتهيه تشريب الدجاج. عادية خطية لقيت اول ما قعدت لقيتها مسويه تشريب الدجاج، وهنا انا قاعده تحضر تمن البرياني. هي تمن البرياني مثل ما تشوفون بالبداية حمست الشعرية حمسة هيجي شفتوا لحد ما صارت شقرة، بعدها ضافت بهارات الكاري وشوية فلفل أسود وشوية كركم مو هواية، وشفتوا كمية الماي ماما حطت على صفحة هيجي ما تصير طشارة ما تدهن، توخر عن الطباخ شوية يبرد الزيت، وبعدين يلا تحط التمن ويا الماي وراح تتركه لحد ما يمتص المي مالته، وبعدين تهدره هاي الطريقة، يعني تطلع لكم التمناية تخبل. وهنا بنات قولوا لي انتو تحبون الفلفل؟ بنات الفلفل الأخضر ماما تسلقه يعني بالخل، يصير يعني يصير طعمه كلش طيب، أهلي يعني ياكلوه. لا يمكن مو بالخل بس مي وملح، اي بنات تسلقوه بس بمي وملح وبكين بعدين يديرون خل، والله ما ادري شنو الطريقه بالضبط، بس اهلي ياكلوه هيك بوحده يعني شوفوا هيك يحطوه بالطاسه ياكلوه ويا الوجبات. انا بصراحه ما احبه بس هم كلش كلش يحبوه. وهنا بنات هاي كانت السفره مالتنا، اكلنا شبعنا، وبعدها قمت انا سويت صعد فوق، سويت حمله على الطابق الفوق، جلبت التكرمون الحمامات البالكون، نظفت وعزلت، واخر شيء هنا انا اجي امسح شي مسحت الغرف مسحه زينه. طبعا بنات انا من اشتغل احب كل شويه طابه خاضه رجلي وطالعه سوله رجلي وايدي، لازم كل شويه غاسلتهم اذا انا اشتغل. المهم بنات هنا انا جيت امسح الغرفه، وبعدها راح اروح على غرفه مال البنات همينه اعزلها وامسحها. وهذا كان الروتين مالتنا خلال يومين. طبعا بنات هذا الفيديو انا مصورته قبل اسبوع بس ما صار عندي بصراحه مجال انزله لكم، وهسه صرت عندي يعني صار عندي مجال انشره لكم، فاتمنى تدعموني بلايك واشتراك بالقناه وتفعلون الجرس. احبكم كل هوايه، باي باي.